لكن هل يمكن يعني لو افترضنا أن العراق يعني هل يقبل العراق أن يكون وسيطاً الآن في مثل هذا الوضع؟ أولاً هي محاولة من قبل بلينكن لإحراج الحكومة العراقية، ويعلم أن الحكومة العراقية يعني مهما شوف الحكومة العراقية لديها تبادل أدوار، خليني أكون صريح جداً في العمل. يعني الحكومة العراقية لا يمكن أن تذهب إلى إيران وتقولهم أنتوا لا تردون، هذا ما راح يصير. تدري ليش؟ لأنه هذا التنسيق بين الفصائل المسلحة وبين الحكومة العراقية في تبادل الأدوار في قضية الصراع مع الولايات المتحدة، يعني أنا لا أعتقد السيد السوداني هو يرغب ويهلل ويعني يرحب بالولايات المتحدة وبجيشه وبساطيل الجنود الأمريكان في داخل العراق، بالتأكيد لا، لا أحد يرحب بذلك. لكن بلينكن أراد حقيقة أن يفتح كل القنوات، الولايات المتحدة تريد حقيقة أن تبعد هذا الشبح، شبح الحرب من كل، وهي تعلم أن الحرب لن تكون مع إيران، أنا قلت أنه ستكون مع المحور، لأن الكل يتربص هذه الفرصة، الكل يريد حقيقة أن يغطس الولايات المتحدة في هذا المستنقع.